اهلا بيك. النهارده بنتكلم عن ساعه مي ووتش من شركه شاومي. الساعه دي تمنها 500 ريال بتاريخ النهارده. هل يا ترى تستحق المبلغ ده ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. السلام عليكم، انا محمد علاء من متجر سمارت ستور، ولو ده اول مره تشوفنا فيها فسمارت ستور ده متجر الكتروني تقدر تشتري منه اللي انت عايزه بنوصله لحد باب البيت عندك. الساعه بضمان انترتيك، نفتح العلبه مع بعض. الساعة مبدئيا بتيجي بثلاث ألوان أساسيين، اللي هو اللون البيج واللون الأسود واللون الكحلي، تمام. وبعد ما فتحنا العلبة زي ما حضراتكم شايفين، أول حاجة هنا الكتيب والساعة الحلوة ديت قاعدة جوه مستنياك. أول انطباع عنها إن وزنها خفيف جدا، والوزن الخفيف ده ميزة مش عيب، دي حاجة كويسة إن أنت هتلبسها مش هتخلعها من إيدك، فأنت دايما محتاجة تكون خفيفة ما تضايقكش. ده الكتالوج اللي جاي معاها. وبيجي كمان الشاحن. الحلو في الساعه ان شكلها رياضي وشكلها شيك. الزرار دوت اللي بتشتغل منه الساعه. نبدا نشيل اللزق. بصراحه برضو من الانطباعات الحلوه فيها ان الوان الشاشه بتاعتها شكلها زاهيه وجميله. بنبدا نختار اللغه للساعه. الساعه ما بتدعمش اللغه العربيه، ولكن لو جات لك رسائل باللغه العربيه بتقراها على الساعه عادي. جوده الشاشه سوبر امولود، وديت اللي مخلي الوانها زاهيه. استجابة الشاشة بصراحة سريعة قوي. طبعا الشاشة عليها طبقة حماية عشان الساعة تكون ضد الخربشة. من اهم المميزات اللي انا بشوفها في اي سمارت ووتش بصراحة هي المنبه. المنبه ده فكرته جميلة، بيشتغل عن طريق الفايبريشن، مهما كان نومك تقيل بيصحيك. المساحة الداخلية للساعة 1 جيجا بايت، رغم ان الساعة من الفئة المتوسطة ولكن نزل فيها 6 مستشعرات. الساعة فيها بلوتوث، واي فاي، جي بي اس، قياس دقات القلب، قياس الاكسجين في الدم، قياس نسبة التوتر، وحاجات تانية كتير. البطارية بتدوم لحد 14 يوم، ولو انت من الناس اللي استخداماتك بسيطة البطارية هتدوم معاك لحد 21 يوم، يعني حرفيا هتنسى ان انت تشحنها. الساعة بتشحن من 0 ل100 في ساعتين. الزرارين اللي على يمين الساعة، اول زرار فوق ده بيظهر لك التطبيقات، والزر اللي تحت منه خاص بالتمارين. عندك هنا 100 تمرين بتختار ما بينهم اللي يناسبك. الساعة ديت متصنعة بتاريخ 1/1/2021، والنهاردة 1/1/2022، يعني بقالها سنة بالظبط بتتصنع، ولسه بتتصنع لحد النهاردة لأن عليها طلب. الساعة كويسة. الساعة بتدي لك إمكانيات قصاد التمن بتاعها، ومن الحاجات الكويسة اللي فيها إنك لو بعدت عن الموبايل الساعة بتنبهك عشان ترجع تجيبه وما تكونش بعدت عنه كتير. الساعة بتشتغل على اي نوع تليفون، اندرويد او اي او اس. تقييم الخبراء لساعة مي ووتش ان هي تقييمها 7/10. الساعة دقيقة في القياس بتاعها بنسبة تصل الى 80%، ودي حاجة كويسة ما بتحتاجش ان انت تضغط على الشاشة، مجرد ان انت بترفع الشاشة لفوق الساعة بتنور. ولو حابب تغير شكل الساعة مجرد ان انت بتضغط على اي شكل بتختاره في لحظة الساعة بتغير شكلها. من الكويس جدا في الساعة ان هي في الاضاءة الخارجية في الشمس اضاءتها واضحة جدا والوانها زاهية، وكمان الساعة ضد المية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. سلام.